السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس والشرح الجديد على مدونة إمتشيك، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة القيام بصفحة تعريف شخصية خاصة بك أو بمشروعك يمكنك نشرها على الإنترنت، ويمكن لأي شخص أن يصل إليها ويتعرف عليك وعلى منتوجك أو على مشروعك، طبعا إذا قمت بعمل وصف له ونشره. المهم نذهب إلى هذا الموقع somebody.io، ثم ندخل ونضغط على sign up أو تسجيل. هنا نقوم بإعطاء معلومات خاصة بنا فقط، أي معلومات تدخلها، مثلا سوف أغير مرتبة. الآن بعد أن أدخلنا الباسورد نضغط على sign up، سوف تظهر لدي صفحة على هذا الشكل كما ترون هنا ستار باكينج ايت اباوت يو. المهم هنا تملي هذه المعلومات فهي بسيطة جدا، يعني تضع هنا الرابط الذي تريد ان يكون موقعك، يعني رابط صفحة تعريف خاصة بك. مثلا سوف اكتب امتشيك، فقط معلومات بسيطة، صورك، ثم تقوم بكتابة قصة عنك او يعني وصف، نقول مثلا قصة لكي تصف الناس عن شكلك او مثلا ما تريد انت. هنا مشروعك، اسم المشروع، تضع كذلك وصف له وتضع رابط لمن اراد ان يدخل اليه، وكذلك هنا الصورة او تريد حذفه، هنا تضع الايميل لكي يتواصل معك الناس، هنا تختار القالب الذي تريد ان يكون او ان تكون الصفحة التعريف خاصة بك عليه او على هذا الشكل او هذا الشكل او هذا. المهم سوف املأ هذه المعلومات وسوف اعود اليكم. اذا بعد ان تقوم بملء هذه المعلومات، فقد قمت بعمل معلومات يعني بشكل سريع بالعربية وبالانجليزية، يعني فقط كي اوضح لكم الفكرة. هنا سوف اختار اي شكل او القالب، ساختار هذا في الوسط كما ترون هنا، وقد وضعت بعض المعلومات وكذلك الصور و your life story، كذلك قصة من حياتي مثلا، وقد وضعتها عن المدونة. اذا بعد الانتهاء تأتي الى هنا وتضغط على publish your site. اذا في الاخير سوف تظهر لديك هذه الرسالة، your site is published، اي لقد تم نشر موقعك. إذا أردت أن تعدل موقعك يمكنك الرجوع إلى باك تو إديتور، وهنا فيو سايت كي يظهر لديك هو على هذا الشكل. بعدي تشيك دات سامبادي دات اي او، هاي ماي نيم از ام تشيك، هنا هذه القصة التي كتبت أو الوصف. تشيك اوت سام اوف ماي بروجكت، هنا بعد ما نموت عن المشروع فهي يعني إذا ملأتها جيدا فسوف تظهر بشكل جيد. سوف أعطيكم مثال، فقد سبق وقمت بإنشاء صفحة أخرى، هذه هي كما ترون، ما هذه قد ملأت معلومات وقمت بكتابة ووضع صور. المهم كان هذا هو كل شيء في هذا الدرس، إذا أعجبكم اضغطوا على اشتراك لتتواصلوا بآخر جديد القناة، وكذلك لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانضمام إلى المعجبين لتتواصلوا بآخر الجديد، وإلى اللقاء في درس آخر.